حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الاستثماري الأستاذ أسامة معين. أهلا بك أستاذ معين في نشرة الثالثة. كيف تنظر اليوم إلى المشهد الاقتصادي في البحرين بعد افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض وكذلك افتتاح 3 معارض سيتيسكيب ومعرض الجواهر العربية ومعرض العطور كذلك؟ مساكم الله بالخير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأنا سعيد جدا أني أتكلم عن هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. أبدأ طبعا أن إحنا في البحرين الحمد لله عبر سنين طويلة وعبر الجهد والتعب وما قامت به مملكتنا بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو صاحب السمو الملكي ولي العهد حكومتنا الرشيدة، إن أقامت ما يسمى بالبنية التحتية الأساسية لتكون مملكة البحرين هي النقطة الأساسية في هذا المجال، يعني في التوجه إلى السياحة والاستثمار باستثمارات من كافة النواع. يعني إحنا نتمتع في البحرين بكل مقومات المقومات والبنية التحتية لتكون المملكة جاذبة للاستثمارات وجاذبة للعمل من مختلف العالم. الذي نراه اليوم في افتتاح المقر الجديد هو تتويج أيضا وجزء من هذه العملية الكبيرة والرؤية التي نتمتع بها الآن، لأن يجب أن يكون هناك مقر كبير، مقر جيد لجذب أيضا المؤتمرات، جذب السياحة، جذب رجال الأعمال من كل أنحاء العالم، ليس فقط ليروا ما هو الموجود في البحرين، ولكن أيضا ليكون مركز إشعاعي لما يكون عليه العمل في كل أنحاء العالم. يعني عندما نتكلم عن معرض للعقار، معرض العقار ليس فقط للعقار في البحرين ولكن العقار في كل المنطقة أو في ويتعداها من منطقة مجلس التعاون إلى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. فالبحرين بهذا المركز تكون جاذبة أيضا لرجال الأعمال للمؤسسات الدولية لكي تكون موجودة وتبعث نشاطها من خلال هذا المركز الدولي الكبير، وعليه فإنه سيكون أيضا مركزا للجذب السياحي، لأن كل هذه المؤسسات التي ستعنى بوجودها في هذا المركز سيكون لها أعضاء وطبعا رجال أعمال كثيرون يأتون لرؤية هذا المكان وللعمل على تنمية مواردهم في مجال العمل. وهنا مركز جذب سياحي، مركز جذب لرجال الأعمال وللأعمال ليس فقط للبحرين ولكن للمنطقة بما تتمتع به والحمد لله من هذا المركز. نعم المستشار الاستثماري الأستاذ أسامة معين، شكرا جزيلا لك.